تعالي نحضر عجينة البيتزا والصلصة بتاعتها فعجان ميانتو. هتجيبي الخميرة وتحطي عليها المية الدافية، حطي عليها العسل وسيبيها في مكان دافي لمدة 30 دقيقة تخمر. حطي الدقيق في العجانة، رشة ملح، الخميرة، وحطي عليهم المية. شغلي العجان وخلي المكونات تمتزج كويس. حطي الزيت وهاتي الطماطم وعملي فيها اكس من تحت، حطيها في مية بتغلي وبعدين طلعيها في مية باردة. قشري الطماطم واضربيها في الخلاط. في طاسة فيها زيت على النار، حطي الثوم وحطي معاه الريحان، شوحيهم كويس وحطي عليهم البهارات. حطي عصير الطماطم وسيبيها لحد ما تتسبك. هاتي عجينة البيتزا وافرديها كويس. في صينية حطي العجينة وعليها كل المكونات وحطيها في الفرن على نار عالية لمدة 10 دقايق. وألف هنا.